اذا الريغي والراي، هو تنعرفوا سيدي الراي والريغي لمن؟ هادشي التفاصيل ديال هذا الحديث ديالنا الشيق اللي غادي يجمعنا اليوم مع فنان كنحماقوا عليه، كنعتزوا بالاعمال ديالو، كنعتزوا بالمسيره الفنيه ديالو، بشخصيته، بالابتسامه ديالو. انا اليوم عارفه بان كل الامهات اللي كيشاهدوا صباحيه غيرضوا على ليلى الشويلي راضيين عليا. اذا مرحبا بك سي حميد بوشناق في الفقره ديال صباحيه الدوزام، الحلقه ديال صباحيه الدوزام. اشتقينا لك بزاف، اشتقينا للاعمال ديالك والجلسه ديالك معنا في صباحيه. الله يبارك فيك، صباح الخير عليكم. وانا اشتقيت لكم واشتقيت للجمهور. فين هذا الغبور بعدا؟ فين غبرتي علينا؟ شنو كنتي كتوجد من الاعمال؟ شنو يعني العمل؟ انا كنت وجدت هذه تقريبا واحد 3 سنين كنت وجدت الجديد، ولكن كان بعض المسائل كيوقعوا في الحياه ديال الانسان، بغى يكون فنان ولا مهم اي انسان، فكيجيو بعض المسائل في الحياه ماشي كيقلقوك، كيكونوا عبره في الحياه. يعني فاش جيت لهنا لصباحيه الدوزام بهذه الاغنيه ديال افريقيا ماما افريكا، معبر على واحد لوماج ديال نامي اللي تعرفت عليه من دومينيك، جا عندي المغرب، جا لمراكش، سجلنا لا شونسون وكان راجع باش غادي نديروا الروبيراج بور لو كليب وتوفى السيد. دونك فوالا، دونك مور ماما افريكا عندي عاود لوماج لخويا، لان انا بالنسبه لي كنحس بلي هذه مسؤوليه، خصني ندير هذا لوماج هذا باش نقول بلي راني باش تقدر تزيد. لا باش نقول راني درت واحد الحاجه، يعني درت واحد لوماج لانامي ودرت واحد لوماج لخويا، وديك الساعه الجمهور راه هذا هو. يعني بغيت نقسم حتى هذا الشيء اللي عشته، بغيت نقسمه على الجمهور. اكيد، لان الجمهور ما عادش يقسم، خصو كيما نقولوا الصديق ما عادش يقسم معك الحوايج الزوينين. وحنا كنشكرك بزاف على الحضور، لان اليوم من هذا المنبر ديال الصباحيه يمكن الجمهور غادي يسمع لهذا العمل الجديد اللي جيتينا به، افريقيا ماما افريكا. فقربنا من لو ستيل ديالو، قربنا من لو ستيل بعدا لو ستيل معليش نهضر على لو ستيل اكثر من اللي نهضر على الفكره ديال الاغنيه، هي اليونيون افريكان. دونك يعني بالنسبه ليا انايا كفنان، ان لو ميساج ديال الاغنيه هو واحد الميساج للشعب المغربي والشعوب الافريقيه، باش يكون واحد الاخوه، واحد الحب ما بين الشعوب. لان حنا فوقنا فتنا هذاك المستوى ديال انا مغربي ولا انا تونسي ولا انا ليبي ولا انا جزائري، اي واحد يبغي بلاده، اي واحد، ما كاينش شي واحد اللي غادي تقول له شتا ما تبغي، غادي تجي بحال راك تعايري بنادم. ولكن انا كنشوف بلي وصلنا لواحد الوقيته اللي اننا نفكروا كبار، بصح نفكروا كوم ان كونتينون. اون بو دير مو جو سوي افريكان. وهذا دليل على هذا الكلام ديالك. سي حميد اسمح لي الا قطعتك، انك جيت للمغرب المده ديال الهجره ديالك اللي تقريبا كانت من 96 وانت عايش خارج 95 كنت خارج المغرب، وجيتي واستقريتي في البلاد ديالك في مراكش باش تنتج هذه الاعمال ديالك وتكون الاصدار ديالها من المغرب. مشاريع اخرى ياك اللي انت في طور الانجاز ديالها، وهو مشروع دعم المواهب الشبابيه. كونتي استوديو ديالك خاص الحمد لله ياك ولا لا؟ فتكلم لينا على هذه المشاريع الجايه ديالك وهذا الدعم للشباب المغربي. تفضل. بالنسبه للدعم ديال الشباب المغربي للفنانين، انا كنت ملي كنت مع الاخوان بوشناق كانت ديما عندنا التربيه ديال اننا ما نكونوش انانيين، ان تعطي واحد العمل لواحد اخر ما كان حتى شي مشكل. هادو هما المغاربه الحقاق. لا كما كيقولوا كما كنقولوا هذاك البروفيرب ديالنا ديال المغرب، الزماره عامره. يعني كاين هذا مثل وجدي. ما انا كنظن بالزماره، الزماره عامره صافي دير الخشخاش، يعني المخ عامر بالافكار. كما قبيلات كنا نشوفوا اللبس ديال مدام بن جلون، فانا ما كنشوفش هذوك، كنشوفهم ك بحال ان تابلو ارتستيك، فهمتي؟ دونك كنشوفوا بواحد لو كوتي ارتستيك كبير، شي حاجه اللي كنشوف خدمه ديال ارتيزون مودرن، ارتيزون اونيفرسال، ارتيزون انترناسيونال. دونك واللي بدع بحال هذوك اللبسات قادر يبدع واحد اخرين بحاله. شتي ديك اللبسه بحال الاغنيه، يعني كي كتقول لك
انا بغيت المراه المغربيه انها تلبس وتكون فخوره بواحد اللبسه لابستها وتحس براسها اليز ومع من ما تجلس تهضر. دونك لا شونسون سي لا ميم شوز. دونك انا بالنسبه لي افريقيا ماما افريكا سي ان ميساج تري فور ا لونيتي افريكان. ما عندنا ما نديرو يعني ماشي ما عندنا ما نديرو ما عادش نهضروا على لونيتي ماروكان باسكو حنا ديجا موحدين المغاربه ديجا موحدين ديجا نبغيو بلادنا ولكن حنا نشوفوا ان كونتينون كما كانوا كما لونيون في لا فورس كما لونيون اوروبيان صح سيتي با امبوسيبل دو فير لونيون اوروبيان عندك الحق ياك اي سي با امبوسيبل دو فير لونيون افريكان باسكو شاك يعني انا قلت لك اي واحد في الجنسيه ديالو عاد يكون عز عليه بلاده. فانايا بالنسبه لي يعني حميد الفنان في هذا اللاج هذا كنشوف باللي يعني حل الوقت اننا نهضروا على لونيتي افريكا اون دي جو سوي افريكا اون دي ميم با جو سوي ماروكان باسكو لو ماروك الي افريكا اكزاكت. شوقتينا بزاف هذا وكان واحد الحاجه واحده اخرى اللي الجمهور عاد يعني العشاق ديال الاخوان بوشناخ ان الاغنيه ديال هي اللي معروفه عند الاخوان بوشناخ. فكان واحد لا فيرسيون كلوبين عادي تكون جديده وهي اللي عادي تكون اوماج. يعني انا باغي ندير اوماج للاخوان بوشناخ لان حميد بلا ما تقدرش تهضر على حميد بلا ما تهضر على الاخوان بوشناخ. فانا بالنسبه لي يعني قلت في المشوار الفني ديالي انني بغيت نجمع هذا لوماج ديال ان امي وان اوماج ان فرير اترنال باش حميد عاود يجيب بحاجه ديال الفرحه وحاجه ديال انا غادي نطلب منك واحد الطلب صغير الا سمحت. هي الا قلنا شي مقاطع منها لكل المشاهدين دائما ديال هي داكور تغنيو معايا بيان سور هي اللي بيا قلبي ما بقى يسعفني حب العذراء هبلني حد ما داري بهمي ترري وشحال من عام وانا نبني وهالراي راي لا تفكرنيش وهالراي لا تحمقنيش هي ترري هي زمن جميل. كنا عندنا ذكريات مع الاغنيه. انت بديت الفقره بواحد الحاجه زوينه قلتي بان احنا كبرنا مع هذه الاغاني وسمعنا لهم ورددناهم. ما عندكش ذكريات مع الاغنيه؟ غير غناها كنظن بان جات بدات الذكريات معها. فما كرهناش من خلال انا غادي نشكرك لانك غادي تملي تحيي هاد الاغاني الجميله ديال الريبرتوار لاخوان بوشناق لان بغينا ولادنا يسمعوهم بغينا يعرفوا اخوان بوشناق بغينا يعرفوا حال هذه كنا بين على هذه الاغاني هذه درددناها فما كرهتش كذلك حتى الوليدات ديالنا يسمعوا لان ما يمكنش انها اغاني جميله مشاو مع الجيل دابا كاين واحد الجيل اللي مشاو معاهم تعكس الهويه المغربيه ديالنا اكيد اغاني نابعه من اخوان بوشناق اللي هما رمز من الرموز ديال الاغنيه المغربيه ديال شرق البلاد. طبعا انا كنظن حاجه واحده اخرى بارابور الاغنيه كنظن ان في المغرب ناقصنا الثقافه الموسيقيه ومهمة الثقافة الموسيقية تكون عند الشعب. أي شعب تلقى عنده مسارح مسرح ويحترم المسرح ويحترم الثقافة أكيد غادي يكون عندك شعب واعي. ما إلا كانت إلا كانت كما كنسمي أنا هاد الأغاني اللي بحال تعبئة يعني داكشي اللي قلت لك يعني الكلمات فأنا كنشوف موسيقى تبارك الله ما شاء الله فأنا كنشوف يعني ما كانت حتى شي سكري لار ما معاهش الزربة لا كرياسيون كلها الحاجه قال تعجبنا في الفن السينما موسيقى مسرح اي حاجه تكون مفاده تكون مديوره مزيانه كتوصل لك ديريكتوم ولا هنا وكتقول لك هذه مديوره بواحد الانرجي بوزيتيف عندك الحق سيتو ما كان حتى شي سكري ما ملي غادي يقول لك انا غادي نلحن في النهار وندير هذا في الساع وهذه راه ماشي ما خصك تفتخر بها يعني راك تفضح راسك باللي انت كدير شي حاجه غير كوكوت مينوت وصافي وكتمشي مع الوقت يعني كتنسى ايزي كامين ايزي جوين الحاجه اللي تجي بسهوله تمشي بسهوله كتمشي بسهوله اكيد سي حميد بوشناق كنشكرك بزاف على الحضور ديالك نورتينا اليوم بحضورك استمتعنا بهذه الجليسه معك غادي نختموا تبارك الله غادي نختموا معك بمقطع صغير ياك من العمل الجديد ديالك اللي جيتينا به افريقيا ماما افريكا تفضل سي حميد بوشناق
همومنا طالو هادي مدة.